يا بنات، يا ترى ايه هي اساسيات العناية اليومية بالبشرة؟ وايه اهم المنتجات الاساسية اللي لا غنى عنها في روتيننا اليومي لعنايتنا ببشرتنا؟ لو انتي بنوتة في الجامعة وبتخرجي كل يوم يبقى الفيديو ده ليكي، ولو انتي برضو بتشتغلي وبتضطر ان انتي تتعاملي مع الشمس كل يوم وعاوزة روتين بسيط كده على قد الايد يبقى الفيديو ده برضو ليكي، لان طبعا مش كلنا بنقدر نشتري البراندات والمنتجات الغاليه. وعشان البنوتات اللي بتروح الجامعه الايام دي بمناسبه العام الدراسي الجديد ومحتاجه حاجات يعني كده تستخدمها يوميا ما تبقاش غاليه قوي بس برضو تبقى كويسه، فانا نقيت لكم من المنتجات الاقتصاديه دي الكويس اللي فيها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو ده وشير للفيديو مع كل اصحابكم، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم تنبيه اول ما اعمل فيديو جديد. انا دكتورة دينا محفوظ، انا صيدلانية واخصائية تجميل وعناية بالبشرة والشعر. طبعا يا بنات كلنا نفسنا في روتين بسيط كده نعتني بيه ببشرتنا عشان ما نكسلش، لان كتر المنتجات برضو على البشرة بتخلينا نكسل وكمان ممكن يأذيها بدل ما ينفعها. فانا النهاردة هقول لكم الخطوات الاساسية اللي لا غنى عنها، هما 3 خطوات: تنظيف بشرتنا، الترطيب، وواقي الشمس. نيجي لأول خطوة وهي خطوة الغسول. طبعا مش هقدر اجمع كل البنات واقول لهم الغسول ده حلو قوي يلا يا بنات استخدموه، لازم طبعا نقسم البشرة على حسب النوع. واول نوع معانا هي البشرة الدهنية، عندنا غسول ناتري وده من الغسولات الكويسة الاقتصادية اللي موجودة في الصيدلية، تنفع وجميلة جدا للبشرة الدهنية عشان فيه سلسلك اسيد اللي بيقشر الجلد الميت وينشف الدهون. وكمان عندنا غسول بوكيتو وده من الغسولات الجميلة جدا عشان فيه ازاليك اسيد. وفي كمان عندنا غسول ساينوبار وغسول سيباكلار وده جميل جدا وسعره برضو معقول. وكمان عندنا غسول اكني مد وبرضو من الغسولات الجميلة للبشرة الدهنية المعرضة للحبوب، غسول ستار فيل. طب نيجي بقى للبشرة الدهنية العادية اللي ما عندهاش مشاكل وكل اللي عندها افراز زايد بس في الدهون وعاوزة يدوب حاجة تتحكم لها في اللمعة وتمنع برضو ظهور الحبوب، عندنا غسول نيتروجينا ديب كلين الكريمي ده جميل جدا وافضل نوع من غسولات نيتروجينا. وفي عندنا كمان غسول بيوديرما سيبيوم ومن الغسولات اللي سعرها كويس برضو وتنفع يعني للاستخدام اليومي للبشرة الدهنية الخفيفة، غسول جارنييه بخلاصة النيم. وكمان غسول نيفيا للبشرة الدهنية. اما بقى لو البشرة دي دهنية وحساسة احسن غسولات ليها هو غسول افن كلينانس، لان ده مواد التنظيف اللي فيه خفيفة جدا والمواد المعطرة اللي فيه نسبتها قليلة قوي فما تعملش تحسس للبشرة الدهنية. وبرضو ينفع غسول بيوديرما سيبيوم لانه برضو غسول خفيف. نيجي بقى لتاني نوع من البشرات وهي البشرة المختلطة. لو احنا كنا في الصيف كنت نصحت البشرة المختلطة انها تستخدم نفس غسولات البشرة الدهنية، لكن بما ان احنا داخلين على فصل الشتاء والبشرة المختلطة دي عيبها انها بتقلب جافة في الشتاء، عاوزين للبشرة المختلطة هنا غسولات خفيفة يدوب بس تنظف. ممكن استخدم جارنييه بخلاصة النيم، ممكن استخدم غسول جونسون جنتل، ممكن استخدم غسول افن كلينانس لانه للبشرة الحساسة فمش هينشف البشرة المختلطة قوي، وممكن كمان غسول نيتروجينا هايدرو بوست وده من الغسولات الجميلة جدا. اما بقى البشرة الجافة فدي محتاجة عناية خاصة، محتاجة غسول يكون لطيف جدا ومليان مهدئات وملطفة من الغسولات الكويسة الاقتصادية نيتروجينا هايدرو بوست، وفي عندي جونسون جنتل كلينسر، في عندي نيفيا للبشرة الجافة، وفي كمان غسول كيو في. وبرضو من الحاجات الاقتصادية قوي بس يعني معقولة غسول ايفا بالجلسرين. اما بقى لو حبينا نطلع اغلى شوية ففي عندنا غسول فيتشي بيوريتي ثيرمال وغسول بيوديرما اتوديرم للبشرة الجافة، وكمان غسول لوريال هيالورون اكسبرت وده غني بالهيالورونيك اسيد.
وطبعا ما ننساش نيتروجينا هيدرو بوست، ده فيه هيالورونيك اسيد وارخص كمان من لوريال. اما بقى اصحاب البشره العاديه فدول محظوظين جدا، لان هم ممكن يستخدموا اي غسول هم عايزين. اقدر استخدم لها جارنييه بخلاصه النيم، اقدر استخدم نيتروجينا هيدرو بوست، اقدر استخدم لها لوريال هيالورون اكسبرت، اقدر استخدم لها جونسون جنتل، وكمان نيفيا للبشره الجافه. بس طبعا نبعد عن الغسولات اللي فيها مقشرات شديده عشان ما تقلبهاش لبشره جافه. وبكده نكون خلصنا اول خطوه في روتين العنايه بالبشره اليومي، ودي الاساس. طبعا خطوه الغسول بنعملها مرتين، اول ما بنصحى من النوم واول ما بنرجع من بره، عشان ننظف كل الاتربه وبواقي الميك اب اللي على وشنا. وطبعا مش محتاجة اقول ان الغسول لوحده مش كفاية لو انا بحط ميك اب كتير على وشي، لازم اجيب موزيل ميك اب يكون على هيئة اويل عشان ادوب الميك اب ده الاول، وبعدين ارجع استخدم الغسول بتاعي. ونيجي بقى لتاني خطوة في روتين العناية بالبشرة اليومي، وهي خطوة الترطيب. وللأسف الخطوة دي كتير مننا بيستغنى عنها، خاصة اصحاب البشرة الدهنية، لان هما في دماغهم ان بما ان عندهم زيوت زيادة على البشرة يبقى هما مش محتاجين مرطبات، وان المرطب هيطلع لي حبوب على بشرتي. طبعا الكلام ده غلط جدا، بالعكس انا لو مرطبتش بشرتي افراز الدهون ده هيزيد والحبوب هتزيد اكتر، لان البشرة هتعند معاكي. نيجي للبشرة الدهنية، محتاجة مرطب يكون على هيئة فلويد خفيف او جل. زي ايه يا دكتور؟ مثلا زي سيبا كلار هيدرا، وده من المرطبات الطبية الجميلة جدا اللي اصلا بتدوب الدهون وتمنع تكون البكتيريا اللي بتسبب الحبوب. وفي كمان عندي مرطب سالي توبيك، وكمان معانا شان جل، وده من المرطبات الاقتصادية الجميلة جدا. ولو هنطلع اغلى شوية هيبقى عندنا بيوديرما سيبيوم هيدرا، مرطب جميل جدا. واعلى شوية فيتشي نورما درم، المرطب بتاع فيتشي نورما درم. بس المرطب ده انا بنصح بيه للبشرة الدهنية المعرضة للحبوب بس، لان المرطب ده مليان مقشرات، وطبعا عشان فيه مقشرات هستخدمه بالليل مش بالنهار. باقي المرطبات اللي انا قلت عليها استخدمها مرتين في اليوم عادي، للبشرة الدهنية المعرضة للحبوب والبشرة الدهنية العادية، وكمان للبشرة المختلطة، لان البشرة المختلطة هنعملها معاملة البشرة الدهنية. بس البشرة المختلطة في دخول الشتاء مسموح لها بمرطبات اتقل سنة، زي مثلا كريم موندو من المرطبات الجميلة اللي تنفع للبشرة المختلطة في المرحلة اللي احنا داخلين عليها دي. نيجي بقى للبشرة الجافة. البشرة الجافة طبعا محتاجة بقى مرطبات قوية جدا في فصل الشتاء، فمن المرطبات الجميلة جدا مرطب سيرافي للبشرة الجافة. ودلوقتي سيرافي بقت منتجاتها كلها متوفرة في مصر، وفي عندنا كمان بيوديرما اتوديرم. ومن الحاجات الاقتصادية الطبية الجميلة كريم بيبانسين، ده من الكريمات الطبية الجميلة جدا للبشرة الجافة. اما بقى البشرة العادية فممكن استخدم لها موندو كريم، ممكن استخدم لها بيبانسين، وفي كمان عندي لوريال هيالورون اكسبرت من المرطبات الجميلة جدا الغنية بالهيالورونيك اسيد، لكن ما ينفعش للبشرة الجافة لان قوامه خفيف جدا. نيجي بقى لتالت خطوة في روتين العناية ببشرتنا، ودي الخطوة التوب اللي مفيش فيها كلام، واهم خطوة لو احنا عاوزين نحافظ على بشرتنا ونحافظ على شباب بشرتنا على طول، وهي خطوة واقي الشمس. للأسف بنات كتير جدا بتخاف تستخدم واقي الشمس، او ما بتحبش تستخدم واقي الشمس، وبتتهم واقي الشمس دايما انه بيعمل زيوت على البشرة، وده طبعا مش عيب في واقي الشمس قد ما هو عيب في اختيارنا لواقي الشمس المناسب. اولا كده لو انا بشرتي دهنية او مختلطة الاتنين زي بعض، فانا محتاجة واقي شمس على هيئة فلويد خفيف او جل. زي ايه مثلا يا دكتور؟ هبدأ بواقي الشمس اللي سعره اقتصادي شوية وهطلع ليه الاغلى، زي مثلا بوباي جل. بوباي جل قوامه جل وخفيف جدا ومن واقيات الشمس الكويسة،
ويجي معانا كمان واقي شمس توبي كريم، وده فيه منه تنتد يعني واقي شمس فيه لون ينفع استخدمه ككريم اساس. كمان عندي واقي الشمس بتاع فارما سيريز، وده من الواقيات برضو الكويسة. وبعدهم يجي واقي شمس في تي فلويد مات، وده من الواقيات الجميلة جدا للبشرة الدهنية. وطبعا التوب هو لاروش بوزي انثيليوس جل كريم. كل دول مش هيسببوا لمعة للبشرة الدهنية ولا المختلطة، ولا هيتسببوا في ظهور الحبوب لان قوامهم خفيف ما يسدش المسام. اما بقى البشرة الجافة والعادية فمسموح لها تستخدم واقي شمس الا على هيئة كريم تقيل عادي. فمثلا ممكن نستعمل بوبي كريم، ممكن نستعمل فارما سيريز الكريم بتاعه، وتوبي كريم الكريم بتاعه، وفيتشي كريم، ولاروش بوزي انثيليوس كريم. ودي كانت واقيات الشمس الكويسة من وجهة نظري، في منها الاقتصادي وفي منها الغالي شوية. وطبعا مش عشان اننا داخلين على فصل الشتاء والشمس بتغيب يبقى احنا منحطش واقي شمس. الشمس موجودة في كل مكان حتى لو انتي مش شايفاه. كده يا بنات انا لخصت لكم اساسيات روتين العناية بالبشرة اليومي للبنوتات الصغيرة اللي بتخرج كل يوم للجامعة، او للبنات اللي بتشتغل وبتضطر انها تخرج كل يوم. دي اساسيات يومنا واساسيات عنايتنا ببشرتنا. لو محتاجين خطوات اكتر من كده مفيش مشكلة، بس هي دي الاساس اللي المفروض ما نقلش عنها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا بنات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده وشير للفيديو مع كل اصحابكم، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم تنبيه اول ما اعمل فيديو جديد.